اللعبة الشعبية التانية في مصر من حيث الممارسة في الشوارع والحواري المصرية هي لعبة تنس الطاولة. البعض بيعتبرها لعبة شهيدة، البعض بيعتبرها لعبة للترفيه، ولكن ممكن ناس كتيرة ما تعرفوش ان تنس الطاولة واحدة من احلى وامتع الرياضات اللي انت ممكن تمارسها وملهاش سن. ممكن تلعب وانت عندك 5 سنين وتلعب لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يديك ويطول في عمرك لغاية فوق ال80 سنة. لعبة ملهاش سن معين، ملهاش مكان، ممكن في اي مكان تحط ترابيزة، تجيب مضربين، تجيب كورة، وهوب يلا نلعب تنس طاولة او بينج بونج زي ما الكلمة الشهيرة. وعشان كده احنا حابين نلقي الضوء على لعبة تنس الطاولة، كل ما يدور حوالين تنس الطاولة من حيث الممارسة، من حيث الإدارة، من حيث كمان الانتخابات التي قاربت على ان هي تبقى موجودة في الاتحاد السنة الجاية ان شاء الله بعد انتهاء اولمبياد باريس 2024. وعشان كده معانا النهاردة المهندس احمد رضا، عضو مجلس ادارة اتحاد تنس الطاولة في مصر، وواحد من انشط الاعضاء في المجلس، واللي انا بصراحة على المستوى الشخصي تعاملت معهم عن قرب في خلال الفترة الاخيرة. مهندس احمد اهلا بيك ومشرفنا في يلا كورة. الشرف لينا يا كابتن كريم، انا سعيد جدا بوجودي في يلا كوره بوجه عام، وسعيد جدا بوجودي معاك بوجه خاص، صديق واخ محترم عزيز. كلامك عن تنس الطاوله طبعا على دماغنا من فوق، لان انت احد اهم الممارسين تنس الطاوله دلوقتي في اللعبه. فعلا تنس الطاوله هي بالنسبه لنا، مش بالنسبه لنا يعني كحاليا عضو مجلس اداره، هي بالنسبه لي مش كارير انا دخلت ولا بتاع. نعم. لا انا اتشرفت ان انا كنت في تنس الطاوله من وانا عندي 6 سنين. جميل. والحمد لله رب العالمين ما كنتش لعيب عادي، لا كنت لعيب مميز، كنت احد الناس اللي ليها ثقل وليها اسم كبير في تنس الطاوله. مارست في النادي الاهلي تقريبا 18 19 سنه لعبت تنس طاوله. نعم. وكنت الحمد لله رب العالمين في جميع الاعمار، كان ساعتها الاعمار تحت 12 سنه، تحت 14 سنه، تحت 17 سنه، تحت 20 سنه. الحمد لله كنت من اللعيبه الاساسيين المتقدمين، اصحاب المراكز المميزه الاولى في كل الاعمار السنيه دي. وان شاء الله تكون الحلقه النهارده حلوه وتكون مميزه وتكون شيقه باذن الله. خليني ابدا معاك من بطولة افريقيا الاخيرة، وشوفنا طبعا المباراة المثيرة جدا 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 ما بين هنا جودة ودينا مشرف، وهو الفاينل اللي بيتكرر للمرة الثانية على السنة الثانية على التوالي، وشوفنا انتصار هنا، وبرضه شوفنا انتصار عمر على اسطورة نيجيريا في تنس طاولة ارونا. فحابين برضه نعرف رأيك في الماتشين دول، اكيد انت كنت متابع ليهم. الحمد لله رب العالمين، انا مش متابع الماتشين دول السنة دي بس. هو الكابتن كريم بيتكلم طبعا على بطولة كاس افريقيا اللي كانت مقامة في كينيا في نيروبي. نعم. واللي انتهت بفوز عمر عصر بالمركز الاول، ان هو كسب المخضرم النيجيري ارونا نتيجة المباراة 4-1، وهنا جودة اللي فازت على دينا مشرف في مباراة ماراثونية بصراحة، يعني الواحد مش متخيل المباراة قعدت الوقت ده كله والنتيجة دي كلها 4-3، والجيم الأخير 15-13، والماتش رايح جاي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. هي دي متعة تنس الطاولة، ان انت كابتن كريم لحد آخر نقطة في المستوى العالي ده بتبقى مش عارف النتيجة راحة فين، فانت بتقعد تتفرج ومتشوق ان انت عايز تتابع تعرف النتيجة. السنة اللي فاتت انا كنت اتشرفت ان كان بطولة كاس افريقيا كانت في نيجيريا، وهي دي معقل المنافسين لمصر في تنس الطاولة. كنت انا رئيس بعثة منتخب مصر، وكان معانا 3 لاعبين رجال و3 لاعبين سيدات. نعم. هي المفروض ان البطولة دي من حق كل دولة انها تشترك ب2 لعيبة بس. تمام. ولكن الدولة اللي بتحصل على المركز الاول في الرجال بيبقى ليها المركز الاول، وليه بخلاف الاثنين التانيين، عشان كده احنا بنشترك ب3. وفي السيدات برضو نفس المبدا، ان بينزل في دعوه البطوله اسم البطل في الرجال واسم البطل في السيدات، فبيبقى كل دوله ليها 2 في الرجال و2 في السيدات. تمام. اشتركنا السنه اللي فاتت في الرجال عمر عصر ومحمد البيلي واحمد علي صالح، وعمر خد المركز الاول برضو، كسب ارونا في النهائي 4-3. نعم. عمر اول، ارونا ثاني، محمد البيلي ثالث، احمد علي صالح المركز الرابع. وكان في السيدات هنا جوده، ولكن بعديها اللاعبه فاطمه بيلو من نيجيريا رقم 2، لانها كانت قبل الدينا في السيمي فاينال. نعم. وكانت رقم 3 دينا، ورقم 4 كانت مريم الهضيبي. اوكي.
فبصراحة أنا شفت كمان تنس الطاولة في نيجيريا هي مهتمين بيها قد إيه وحجم المنافسة قد إيه. كان الملعب هناك ما بيبقاش فيه كرسي فاضي ومستوى التشجيع كأنهم في مباراة كورة. كل الوسائل المتاحة للتشجيع كانوا شغالين بيها بصراحة. وخصوصا عندهم المعشوق بتاعهم أرونا. يعني أنا عمري ما أنسى أن أنا كنا واقفين اللعيبة بتاعتنا بتسخن وأنا معاهم وبعدين لقيت أصوات كتيرة وتسقيف وتشجيع وبتاع. فأنا قلت للعيبة معانا المفروض أن هم اللي يبقوا عارفين مش أنا اللي بعرف. قلت لهم واضح أن أرونا جه؟ قالوا لي لا مش قوي كده وبتاع. ولقينا فعلا أن كل التشجيع ده بسبب أن أرونا جه. أرونا هو من أجمد اللعيبة على مستوى العالم مش على مستوى أفريقيا بس. هو كان وصل في فترة من الفترات أن كان ترتيبه من أوائل 10 على مستوى العالم. كسب لسه كسب هاريموتو ماتشات كتير بصراحة. طبعا هاريموتو طبعا يعني مش متابعين تنس طاولة مكنة يابانية. ده واحد طبعا من أساطير تنس طاولة في العالم حاليا. الحمد لله رب العالمين. مبروك للبعثة المصرية. مبروك لعمر. محمد البيالي مبروك برضو ان هو دخل دول الأربعة. هو خسر من أرونا في السيمي فاينال. مبروك لهنا وهارد لك لدينا. وبعدين بصراحة لما هنتكلم على دينا مش هنتكلم انها واحدة خسرت مباراة. لا هي دي كاركتر بطلة. واحنا بنسميها في وسط تنس الطاولة ان دي ملكة تنس الطاولة وهي حقها بصراحة. خلقا ولعبا وفنيا وكل حاجة شخصية ممتازة. من جميع النواحي. والسنة اللي فاتت كلنا زعلنا جدا لما كان ماتش السيمي فاينال ما بين هنا وما بين دينا. لان هو كان سيمي فاينال بس هو كان نهائي مبكر بصراحة. الماتش برضو خسر 4-3 ولحد اخر نقطة احنا مش عارفين مين اللي هيكسب. وطبعا طالما عمالين نشكر في دينا ما ينفعش ان احنا نغفل هنا. هنا دي بنوتة جميلة عندها 15 سنة بتحقق ارقام كسبت افريقيا مرتين. بالظبط. يعني السنه اللي فاتت كسبانه بطوله كاس افريقيا وعندها 14 سنه. بالتالي بعد سنه فهيبقى عندها 15 سنه كسبت برضو كاس افريقيا. دي حاجه مش بسيطه ودي حاجه لاول مره بتحصل في قاره افريقيا. وطالما برضو اتكلمنا عن هنا فاحنا لازم نقول انها عملت اللي ما حصلش في مصر قبل كده. انها كان تصنيفها رقم واحد تحت 15 سنه على مستوى العالم وكانت رقم واحد تحت 17 سنه على مستوى العالم وكانت رقم 2 وجت اول تحت 19 سنه بس ما طولتش. هي دلوقتي تقريبا التالت او الرابع. وبعدين الريكورد بتاعها في السيدات تحت 39 تقريبا الريكورد بتاعها. فارقام جامده جدا وانجازات غير مسبوقه بصراحه بالنسبه لسنها. طيب خلينا اخدك ونخرج من الحيز القاري و نروح للحتة اللي ناس كتيرة بتتكلم عليها منذ أولمبياد طوكيو طبعا وإنجاز عمر عصر في الوصول لدور الثمانية. طبعا طبيعي الهزيمة أمام مالونج كانت هزيمة طبيعية ونحن أكيد في فجوة في المستوى بيننا وبين الصين. السؤال احنا رايحين أولمبياد باريس 2024 والسؤال ده أنا عايزك تجاوبني عليه في الأول بإجابة مختصرة ومقتضبة جدا يا آية. لا حاليا بمستوانا الحالي نقدر نوعد الجماهير الرياضيه في مصر. انت عارف ايام الاولمبياد كله بيتفرج على الاولمبياد اللي بيحب اللعبه او مش بيحب اللعبه. هل مصر قادره عن طريق اي لاعب او لاعبه في اولمبياد باريس 2024 ان احنا نحقق ميداليه؟ ده معناه ان احنا نوصل لمباراه تحديد حتى على اقل تقدير التالت والرابع. هل احنا حاليا نقدر؟ هو انا عشان ابقى صريح مع حضرتك وانا دايما لعلم حضرتك صريح في اي مكان بصراحه وفي اي اجابه هرد عليك اجابه مقتضبه. بس اديني بس ايه جزء صغير. لا الاول قول لي اجابه مقتضبه. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا برضو اتشرفت ان انا كنت رئيس بعثه منتخب مصر. انا هكلمك بالواقع بقى. ايوه كنت رئيس بعثه منتخب مصر في بطوله العالم في الصين الاخيره. اخر بطوله عالم للفرق كانت في الصين في شهر اكتوبر 2022. فانا هكلمك من واقع اللي انا شفته. ان الفرق مستويات فيها والتركيز والصرف والاهتمام لا يا جماعه ده حاجه مش طبيعيه. يعني انا شفت فرقه الصين زي ما حضرتك بتتكلم كده على الصين هي رقم واحد واثنين وثلاثه وقعد عد كابطال عالم لسنين متواليه وسنين متتاليه. واظن ان ده مش هينتهي لان الناس دي فعلا انا شفت ان كميه الاهتمام باللعيبه هناك مش طبيعي. كميه التمرين مش طبيعي. التركيز مش طبيعي لدرجه ان حضرتك ذكرت مالونج ده تحس ان سبحان الله بني ادم ربنا خلقه علشان لعبه تنس طاوله. موهبه غير عاديه.
واحد يا جماعه واخد اكبر ارقام حققها على مستوى العالم، محدش وصل اللي هو وصل له مالونج على المستوى ان هو حقق القاب عالميه واولمبيه ما حدش وصل لها بصراحه. انا شفت بقى الناس دي بتعمل ايه، فانا رجعت عندي قناعه ان انت عشان تنافس الناس دي الكلام ده مش انا وانت او اي حد يعني قاعد هنقعد نقول لا ده الناس دي يا جماعه علشان تخش في وسطهم انت محتاج حاجات كتيره جدا وحاجات تتنفذ على ارض الواقع وما نلحقش في باريس 14. صح خلاص انا طيب. انا جبت حضرتك جميل. طيب اذا كانت الامكانيات متاحه للاعبين المصريين من معسكرات من سفر، وضعا في اعتبار طبعا عشان تبقى فاهمه ان احنا بنتكلم على لعبه فرديه ولا نتحدث عن لعبه جماعيه، واللعبه الفرديه الاستعدادات ويعني اسلوب الخطط طويله الاجل والشغل فيها دايما هي اللي مش زي الكوره، الكوره دايما الخطط بتاعتها قصيره الاجل، دايما عندك ماتش او عندك بطوله قريبه فدايما المدير الفني بيتعامل على القريب، لكن في لعبه الالعاب الفرديه انت بتحتاج تحط خطه، مثلا يعني مثلا الصين اولمبياد طوكيو بتخلص 2020، الخطه بتتحط في الشهر التالي لانتهاء الاولمبياد، ليه الاولمبياد اللي وراها؟ لان هم ده اسلوب شغلهم. يعني السؤال هنا يا باشمهندس، هل لو توفرت الامكانيات للاعيبه تنس الطاوله في مصر يقدروا يخشوا المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي، يقدروا يحرزوا ميداليات اولمبيه؟ اسمح لي برضو انا في حته في جزء مفيد جدا يعني انا هجاوب برضو. هي دايما انا مقتنع بان الرياضه ليها شقين. نعم. الرياضه ليها شق الممارسه اي ونشر قاعده اللعبه وحاجات جميله زي دي على على مستوى عريض من المجتمع، وده شيء مهم جدا برضو. احنا المفروض ان احنا على منظومة تنس الطاولة في مصر المفروض ان ده ما يتنسيش. نعم. ليه؟ لان انت بتشتغل في بلد قوامها هنقول 100 مليون 110 نعم. مليون، فانت المفروض ان انت بتشتغل لده. ايوه. يعني المفروض ان احنا كاتحاد يبقى عندنا رؤية لنشر اللعبة على قاعدة عريضة جدا، خصوصا زي ما حضرتك قلت في الأول ان لعبتنا من السهولة ومن اليسر انها تمارس في اي مكان. نعم. وتمارس في اي وقت وتمارس لأي عمر. ده يمكن اللي الكابتن كريم قاله، وفعلا انا بأكد ان تنس الطاولة ميزتها ان اللاعب ممكن يلعبها من 5 سنين لحد 50 سنة، لا 60 70 80. عندنا لاعبين في مصر 100 سنة فعلا. عندنا لاعبين في مصر 100 سنة. فاحنا بنتكلم ان احنا لازم يبقى لينا تأثير قوي جدا في الجزئية دي. والحمد لله رب العالمين، يمكن انا على المستوى الشخصي اشتغلت على الجزئية دي، لان زي ما انا ذكرت لحضرتك انا كنت لعبت تنس طاولة من وانا عندي 6 سنين، مريت بنادي الاهلي فترة طويلة الحمد لله ربنا كرمني فيه وحققت حاجات كتيرة جدا، وبعدين بعد كده لعبت في النادي اللي انا بنتمي للشركة اللي هي بتروجيت بعد ما اشتغلت بتروجيت، وبعدين لعبت في سموحة ولعبت في الجزيرة ولعبت في اندية كتيرة جدا، ولعبت في رباط والانوار في بورسعيد، لعبت في الزهور 3 سنين وعملت نتائج هايلة، لعبت في تسوق، لعبت في الشرقيه، لعبت في انديه كتيره جدا. فانا نتيجه ان الواحد لف فشاف ان احنا علينا مسؤوليه. نعم. انا من خلال الانتماء الحزبي لحزب مستقبل وطن احنا كنا عملنا فكره جميله جدا وهي اكاديميه وطن لتنس الطاوله، كان الاساس ان احنا نبتدي ننزل وننشر اللعبه ونوزع طاولات تنس طاوله مجانا ونوفر مدربين في الاماكن بحيث ان هم يبقى في اكاديميات فعليه. في محافظات معينه ولا في كله؟ احنا بدانا بالقاهره وان شاء الله رب العالمين في التوسع. أوكي. باستمرار. يعني اللي يحب دلوقتي مثلا عايز يتقدم للاكاديميه يعمل ايه؟ في مواقع نبقى برضو نبلغ بيها، بيبتدي يبلغ بيها. نعم. بيبتدي يشترك في حسب الفئة العمرية. نعم. بنبتدي نتوسع، وليكن إذا كنا 3 أكاديميات بسم الله ما شاء الله بعد فترة بنبقى 5 نبقى 10 نبقى 20. برضو كنا ربنا كرمنا ونزلنا لدارات أيتام. نعم. وعملنا في 10 دارات أيتام من اسكندرية لحد أسوان، مرورا بطنطا وشبين الكوم وبورسعيد وإسماعيلية واسوان، وعملنا حاجات كويسه ان احنا في دارات ايتام ابتدت تشتغل فيها اكاديميه تنس طاوله. نعم. طبعا الكلام ده كله جميل جدا. لما نيجي نتكلم بقى على البطوله، انت عندك ركن نشر اللعبه وركن للبطوله. ركن البطوله طبعا هو شيء مهم جدا، شيء مش هيجي من فراغ يا كابتن كريم. وبعدين بيني وبين حضرتك هو مش ان احنا نوفر للعيبه امكانيات بس،
لا ده هو المفروض ان الدولة كلها بتشتغل على الموضوع ده، وزارة الشباب والرياضة، لجنة أولمبية، اتحاد، أندية، لعيبة، الأسر اللعيبة وعائلاتها، كل دول هم لازم يمشوا في نفس الاتجاه علشان تحقيق ميدالية أولمبية. ميدالية أولمبية زي ما ذكرت لحضرتك هي لما الصين بتشتغل عليها مش مالونج اللي بيشتغل، لا ده دولة الصين بكل حجمها وبكل إمكانياتها بتشتغل على مالونج. هناك حضرتك في الصين لما بتيجي تفاجأ ان اللي بيعمل اعلانات في التلفزيون هم رقم واحد لعيبه التنس طاوله، ايوه الاعلانات اللي متعلقه في الشارع اللعبه الشعبيه الاولى هناك بالظبط. لما تيجي المانيا بتشتغل على لعبه هي مش لعيب الماني، لا ده الدوله بالكامل بتشتغل. طب باشمهندس احمد دلوقتي احنا خلاص اقتربنا من انتخابات اتحاد تنس الطاوله ان شاء الله في اكتوبر 2024، وانت خلاص داخل على السنه الثالثه ليك في الدوره الحاليه. خليني أسألك إيه نسبة رضاك عن أداء اتحاد تنس الطاولة خلال الدورة الحالية، وتقدر تقولي كده أديله نسبة نجاح كام في المية؟ هو أنا هجاوب برضو إجابة لحضرتك كلها بكل صراحة يعني. أنا في طبعي أن أنا دايما طموح أو أن أنا بهدف أن احنا نحقق أقصى نجاح. لا بصراحة أنا كان عندي حاجات على مستوى اللعبة كانت ممكن تتعمل أفضل بكتير. كان في شغل على أرض الواقع وحاجات كتيرة كان المفروض إن إحنا مستهدف إن إحنا نعملها، نشر اللعبة بطريقة، خلق جو في اللعبة بطريقة، تميز بطريقة، ريادة بطريقة. طبعا انا في نفسي الحاجات دي كلها في الاتحاد، وزي ما انا قلت لحضرتك هو المفروض ان الاتحاد المصري لتنس الطاوله هو على راس منظومه تنس الطاوله في مصر. واحنا لما بنتكلم على منظومه تنس الطاوله المصريه هي المفروض ان هي افضل تنس طاوله بتشوفها على المستوى العربي هو المستوى المصري، وعلى المستوى الافريقي هو المستوى المصري، واحنا المفروض ما نتوقفش زي ما حضرتك قلت على كده. وكان عندنا لعيب زي عمر عصر لما خد خامس اولمبياد طوكيو، المفروض ان احنا ده كان يدينا امل ويدينا ان احنا نشتغل بشكل اكثر احترافيه. ولاعيبه زي هنا جوده بالريكورد اللي حققته سواء في الناشئين او في 15 17 19 سنه، او سواء حتى الريكورد بتاعها في السيدات، دينا مشرف دلوقتي كان التصنيف بتاعها في السيدات رقم 25، هي اقرب افريقيه واقرب مصريه وعربيه توصل للريكورد ده. ده كله كان بيدينا مفروض مسؤوليه ان احنا نجتهد ونتعب ونجنب اي خلافات، نجنب اي مجاملات، نجنب اي استثناءات. اذا اتيحت للمهندس احمد رضا فرصه ان يقعد في الاتحاد اربع سنوات تاليه غير الاربع سنوات اللي بينتهوا حاليا، شايف ان انت في الاربع سنين اللي جايين هتحقق نسبة اكبر من الطموحات اللي انت كنت لسه بتجاوبني عليها عن الاربع سنين اللي فاتوا؟ ده بيعتمد، ودي رسالة مهمة جدا بقى، ده بيعتمد على مجلس ادارة الاتحاد. ما انا انا فرد في منظومة اسمها مجلس ادارة الاتحاد. مجلس ادارة الاتحاد ده انا فرد من 8 او فرد من 9. فعشان تحقق كابتن كريم النموذجية أو اللي في دماغك أو الأحلام أو الطموحات اللي انت عايزها، ده بيبقى شغل جماعي مش بالظبط كده. ودي أنا عايز أوجه رسالة، دي أمانة في إيد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لتنس الطاولة. مين هو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لتنس الطاولة؟ هي كافة الأندية اللي ليها صوت، اللي بتيجي تدلي بصوتها علشان تختار مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. انت علشان تحقق حاجه كويسه في مجلس اداره تنس الطاوله ممكن يكون عندك حاجه كتيره جدا بتحلم بيها، بس مش عارف تنفذها على ارض الواقع، لان انت صوت زي ما قلت لحضرتك صوت واحد من مجموعه اصوات. الجمعيه العموميه انتوا على دماغنا من فوق، وانا الحمد لله كنت اتشرفت ان انا كنت واخد اعلى الاصوات في الانتخابات الحاليه. كنت واخد اعلى نسبه اصوات في كل الاصوات اللي كانت موجوده. ده معناها ان انا غالي عندكم، فانا بقول لحضراتكم ان اصواتكم دي مهمه جدا، امانه في رقبتكم، اللعبه امانه في رقبتكم، لان انت الصوت بتاعكم ده هو اللي بيتبني عليه سمعه مصر،
ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية في لعبة تنس الطاولة. وإحنا الحمد لله رب العالمين عندنا أبطال وبطلات بصراحة أشكرهم، عشان أنا بس مش عايز أذكر أسامي عشان ما انساش حد، بس يعني ممكن يعني لو تتاح لحضرتك أن إحنا عندنا في السيدات نبدأ دايما بالسيدات. شكرا لدينا، شكرا لهنا، شكرا لمريم، شكرا لمروة، شكرا لألاء، شكرا ليسرى، شكرا لكل البطلات بتوعنا، لأن هم بصراحة بيعملوا مجهود غير عادي، بيبذلوا مجهود غير عادي، بيدفعوا فلوس كتير علشان يقفوا على رجليهم. عندنا بطلات حتى في السن الصغير، انا مش عارف احنا كنا قلنا هنا ولا ما قلناش هنا، قلنا طبعا هنا مش محتاج ان احنا نقولها، هي كده كده متقاله لوحديها. يعني في الرجال عندنا عمر، عندنا شادي، عندنا البيلي، عندنا خالد عصر، عندنا لعيبه بصراحه زي يوسف عبد العزيز طبعا، ويوسف عبد العزيز طبعا اللعيب الجميل. كل دول بصراحه بيجتهدوا وبيتعبوا وبيصرفوا، وطبعا زي ما حضرتك عارف ان الصرف قبل كده غير الصرف دلوقتي. صحيح. الموضوع بيحتاج تعب وتضحيات منهم بشكل غير عادي. فالابطال بتوعنا والبطلات بتوعنا بيحملوا للامانه ان احنا باذن الله كاتحاد مصر تنس طاوله نبقى على قد المسؤوليه، وان احنا ربنا يكرمنا ونحقق لهم كل طلباتهم. وعشان ما ننساش، هو احنا كاتحاد مصر تنس طاوله معانا برضو الأبطال والبطلات بتوعنا البارالمبيين، دول ناس على دماغي من فوق، دول من أجمل ما يكون بصراحة. وبعدين أفرحكم بيهم، هم ناس بيعرفوا يجيبوا ميداليات عالمية وبيعرفوا يجيبوا بطولات وبيشرفونا في كل المحافل الدولية بصراحة. هم برضو طالبين مننا اهتمام وطالبين مننا مساعدة بشكل أكبر، وطالبين مننا ان احنا يبقى عندنا اولويات لسفرهم للبطولات. مش الموضوع ان هم يروحوا بطولات عشان يبقى الاسم ان هم شاركوا في بطولات، لا، هم عايزين ان احنا نتحرى الدقة تماما في توجيههم للمشاركات الدولية علشان اكتر واكثر استفادة يحققوها في النقط. لان هم برضو زي ما احنا عندنا في اللعيبة الاسوياء ان احنا بنخطط لأولمبياد باريس، هم برضو عندهم أولمبياد بتاعتهم، وعندهم بطولة أفريقيا في شهر سبتمبر 2023 اللي هي هتبقى المؤهلة للجزء الأكبر من الأولمبياد. هم برضو بصراحة مسؤولين مننا بشكل كبير جدا. يا رب نقدر الفترة الجاية ان احنا نكون على قدر المسؤولية دي. وعندنا نشاط كمان جميل جدا بصراحة، أنا ما ذكرتش أسامي البارالمبي علشان هم كلهم حبايبي وصحابي، وأنا بصراحة مش عايز يعني مش عايز أنسى اسم حد. لا مفيش مشكلة، أسماء مفيش مشكلة، إنما هم دايما إحنا فاكرينهم والله. طب. هم دايما طب. على بالنا. طب. وإن شاء الله ربنا يقدرنا. وفي كمان عندنا شق الأبطال اللي هم اللي عندهم الإعاقات الذهنية، برضو هم داخلين موجودين في معسكر في المركز الأولمبي، وهم شغالين بسم الله ما شاء الله يعني عشان برضو حتة التأهيل للأولمبياد. وعندنا نشاط بقى جميل جدا يا كابتن كريم بعد إذنك، اللي هو الرواد. الرواد دول حاجة جميلة جدا حضرتك، ما بتلاقي فوق السن 80 وفوق سن 75 وفوق سن 60، نشاط بقى كبير دلوقتي. حسب ما جبت من ارقام، احنا بنتكلم من حوالي 4 سنين كان كل الممارسين حسب ما عرفت لا يزيدوا عن 100 لاعب. النهارده احنا في 2023 وصل عدد الممارسين في كل الفئات العمريه والسنيه للرواد ليتعدوا ال 550 لاعب ولاعبه، ده عدد كبير جدا. طبعا طبعا كارير جميل جدا وجزء مهم جدا، لا يجب ان احنا نخفله، بالعكس الناس دي برضو حقهم علينا. هم بقى كمان اللعيبه طبعا بيبقى عايز يبقى لعيب في النادي الفلاني ويخش منتخب مصر ويحترف بره، انما الرواد ما عندهمش غير ان هم عايزين يستمتعوا. بالظبط، هم كل الغايه بتاعتهم ان هم يستمتعوا، وان الاتحاد يحاول على قد ما يقدر يوفر لهم المتعه بتاعتهم في تنس الطاوله. طبعا احنا بنقدم واجب العزاء لأسرة كابتن إبراهيم الزكي اللي كان توفى في بطولة راس البر. كابتن إبراهيم كان من الناس اللي لا نزكي على الله أحدا، شخصية جميلة، شخصية محترمة، شخصية مهذبة، شخصية متدينة، ومربي ولاده على أحسن تربية بصراحة. كلهم الثلاث ولاد ربنا يبارك له فيهم، خالص التعازي لأسرته، وإن شاء الله تاني أسرة تنس الطاولة ما تشوفش حاجة وحشة تانية في حد. يعني حسب من اجابتك ان انت
خلال الثلاث سنين دول يعني حطيت ايدك على المشاكل، وكان بما يشبه ثلاث سنين من الدراسة ووضع اليد على الأمور الواقعية بعيدا عن الكلام المنمق أو الكلام الشيك. وبالتالي فوجئت نظري إذا أتيحت فترة أخرى لأربع سنوات أخرى، أسرة تنس الطاولة على مختلف الفئات سواء ناشئين أو محترفين أو رواد أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أيا كان أي ممارس هيحس بتغيير في اللعب. وده أنا أتمنى على مستوى الشخصي أشوفه، لأن فعلا خلال الثلاث سنين فاتوا كان في مشاهد كتير. أنا متبقي لي سؤالين. السؤال الأول خاص بالناس اللي أنت أشدت بيهم وقلت أنت بتحبهم، هم الرواد، لأن الرواد نشاط الرواد يعني بلغني، وأنا بصراحة يعني شاهد على مشاكل كثيرة وعديدة في نشاط الرواد. الرواد زي ما انت ما قلت مش منتظرين اي شيء، ولكن طبعا عندنا ابطال في كل الفئات العمريه. السؤال، امتى ممكن يكون في منتخب مصر للرواد على شاكله كافه الدول الاخرى؟ والله يا كابتن كريم، هو انا اتمنى بصراحه، اتمنى ان انا يعني حاجات كتيره الواحد يقدر يحققها بصراحه، بس يمكن اللي احنا ما قدرناش نحققه الفتره اللي فاتت نتمنى ان احنا نحققه الفتره الجايه، ويمكن يكون الرواد ونشاطهم وحماسهم وطبيعتهم الجميلة وأعمارهم اللي هو بيضحوا بوقتهم وديجوا البطولة وبتاع، ده يدينا دفعة ان احنا نبتدي نفكر في حاجات كتيرة كويسة ليهم، لان هم برضو بصراحة بيتحملوا تقريبا جزء كبير جدا من التكاليف من جيوبهم الشخصية. تخيلوا انتوا حد عنده 80 سنه بيسيب بيته ويسافر ويقعد في فندق عشان يروح يلعب بطوله ويمارس بطوله ويرجع وبتاع، فالموضوع اعتقد ان هو كتر الف خيرهم. نعم، زي ما بيقولوا كده، هي الناس عملت اللي عليها وزياده، الباقي بقى باذن الله ان احنا نقدر نوفر الافكار الجميله اللي انت بتقولها. ويمكن كلامك ده برضو يكون دفعة قوية لينا، وان احنا نقدر باذن الله رب العالمين نحقق جزء من اللي هم بيحلموا بيه. انا نفسي بصراحه مش ان انا يعني هم بس اللي بيحلموا، هم الاسوياء بيحلموا بحاجات كتير، والبارالمبي بيحلموا بحاجات كتير، والرواد بيحلموا بحاجات كتير، وانا كمان على المستوى الشخصي بصراحه بحلم بحاجات كتير. طيب السؤال الاخير، واحنا خلال السنوات الاخيره تعتبر الاجنده الخاصه ببطولات تنس الطاوله كل الفئات سواء ناشئين او محترفين حاسين كده بروتين، والروتين ده ساعات بيتكسر، بس الامانه ما بنحسش ان في تغيير. مثلا هل في اي تفكير عند اتحاد تنس الطاوله خلال السنوات الجايه اجراء اي تعديلات على الاجنده، خلق بطولات جديده، خلق تنافس جديد، مثلا فكره بطولات مجمعه مثلا للمصنفين الكبار فقط، خلق نوع من انواع البطولات اللي بنشوفها في المانيا وبنشوفها في الصين، حاجات مختلفه تدي حماس وتدي روح واكسجين جديد للعبه، بخلاف ان كل لاعب النهارده اولياء الامور كلهم بيشتكوا لي احنا بيجي لنا الروتين يا كابتن كريم طول السنه بطوله كذا كذا، وطبعا انت عارف ان الامتحانات والحاجات دي كلها بتعيقهم في بعض الاوقات. السؤال، هل الاجنده دي في اي مساحه لتغييرها في السنوات المقبله؟ كل شيء ممكن. نعم، بس هو اهم حاجه كابتن كريم النيه. يعني انا عايز اقول لحضرتك النيه عند مين؟ النيه عند الاتحاد طبعا. تمام. هو الجهه اللي تقدر تنفذ اللي حضرتك بتحلم بيه واللي الناس كلها بتحلم بيه. تمام. يمكن احنا ادينا حاجه صغيره كده، ان الموسم ده المفروض ان كان يبقى فيه كاس مصر. نعم، دي ما كانتش بتتعمل بقالها سنين بصراحه. اوكي. وكنا فكرنا ان احنا نعمل حاجه اسمها بطوله النخبه لاول 16 في الرجال واول 16 بالزبط. في السيدات بالزبط. ولكن اعتقد ان ده هيبقى الى حد كبير صعب تحقيقه، لان الجدول كان حصل فيه شويه تعديلات كتيره، فادت ان احنا حتى الدوره المجمعه للدوري سواء للرجال او السيدات نعم كانت أجلت كذا مرة، وهتتعمل في الفترة الجاية من 14 ل 17 مايو في إسماعيلية، ده إلى الآن يعني إذا ما فيش أي حاجة وتم التعميم بكده، فبالتالي أنت لسه عندك دورة مجمعة تانية، فبالتالي الدورة المجمعة التانية أنت هتبتدي تخش في حيز امتحانات الثانوية العامة، فبيبقى في جزء كبير جدا من اللاعبات واللاعبين عندهم بقى قدر كبير من الالتزام في بيوتهم علشان الامتحانات وبتاع. كل شيء يا كابتن كريم يمكن تنفيذه، هي النية
والإصرار على تنفيذه. ما أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو ما فيش حاجة بتتم من فراغ. زي ما احنا قلنا كده، حضرتك ذكرت لعيب اسمه هاريموتو، أنا هقول مثلا كده نبذة صغيرة كده. أنا ما كنت في رئيس بعثة مصر في بطولة العالم للفرق في الصين، عايز أقول لك حاجة هتضحكك. أنا رحنا الصبح، اللعيبة كانوا بيسخنوا، لعيبة مصر بتسخن، فأنا كنت معاهم الحمد لله، يعني كانوا في أي وقت وتواجدين أنا موجود معاهم، وخلصوا التسخين وروحوا، فأنا كنت معاهم سخنوا، وكان هاريموتو بيسخن. فاللعيبة روحنا، خلصوا التسخين وروحوا، تمام. أنا روحت قعدت مثلا واتغديت وبتاع، وقلت أرجع خلاص بقى اللعيبة ما كانش في حاجة، قلت ما أرجع إيه، أتفرج على الماتشات وأتفرج على التمرين. فرجعت بعد كل اللي أنا عملته ده، لقيت هاريموتو بيسخن في نفس الترابيز، الراجل مكمل، يعني اللعيبة بتوعنا راحوا سخنوا وخلصوا، وإحنا رحنا الفندق واتغدينا وطلعت غيرت ورجعت وهو لسه بيسخن. رحت اتفرجت على ماتش بيتلعب ورجعت لقيته بيسخن على نفس الترابيز. فأنا عايز أقول على حاجة، ده مش هاريموتو بس اللي هو بيسخن، ده هاريموتو مع اللعيبة تانية بتسخن معاه، معاه جهاز فني موجود، معاه جهاز إداري موجود، معاه كل الإمكانيات اللي بتوفرها اليابان. مش لي أنا بديك كمثال، لأن أنا هناك كنت حابب أن أنا تابع اللعيبة البارزين في التنس طاولة، أتابعهم حتى ولو بشكل فردي، درجة أن أتعرفت على رؤساء اتحادات ورؤساء بعثات ولعيبة عالميين، وكنا حصل ما بيننا كلام وإن إحنا بنوضح التنس طاولة المصرية، هما بيوضحوا التنس طاولة عندهم. فلأ بصراحة أنا شايف إن إحنا في إيدينا عصا سحرية، إن إحنا ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا، بس هي المهم إن إحنا نعرف إن مدى الإمكانيات بتاعة العصاية دي، إن إحنا ننفذ بيها كل ما هو بيطمح إليه، سواء لعيب الأسوياء أو اللعيب البارالمبي أو اللعيب الرواد. عشان كده أنا بقول لحضرتك، حضرتك ذكرت في الآخر لعيبة الرواد عايزين، أنا بقول لحضرتك لأ، في لعيبة كتير جدا في الأسوياء ليهم طلبات كتيرة جدا وطلباتهم كلها مشروعة ويمكن تنفيذها. لعيبة البارالمبي نفس الموضوع، ليهم طلبات مشروعة كتيرة جدا ويمكن تنفيذها. هي المهم إن المنظومة تشتغل لصالح اللعبة، ويكون هو ده هدفها، صالح اللعبة مش أكتر ومش أقل. علم مصر لما بترفع بره، أظن ده في الحاجة الوحيدة اللي بترفع فيها هي الرياضة. أوكي. السلام الوطني المصري لما بيتقال بره، ده في الرياضة. اللعيبة المصريين اما بيشرفونا بالحصول على ميداليات أولمبية ولا ميداليات عالمية، ده بيبقى الشعب كله فرحان. كان في ماتش كورة مصري ما بين الأهلي وبيراميدز في كاس السوبر، أظن أن مصر كلها قاعدة بتتابع، والدول العربية قاعدة بتتابع، ودول خارجية قاعدة بتتابع. باشمهندس أحمد، شرفتونا مرة تانية. الشرف ليا، وبشكركم على وقتكم، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى يكون لقاء لذيذ سهل بسيط الناس وهي بتسمعوا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، كنت معكم كريم سعيد، وحوار مع المهندس احمد رضا، عضو مجلس اداره اتحاد تنس الطاوله المصري. شكرا جزيلا لكم، وشكرا على كده.